أقدمت عناصر تخريبية خارجة على النظام والقانون بتفجير أنبوب النفط في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وذكر مصدر أمني أن تفجيرات أطلب من الأخ الكريم رئيس الجمهورية عبد الرباه منصور هادي بأن يعلم علم اليقين أنه لن يستقيم أمن البلاد والعباد إلا بحكم صارم من غير ظلم. أما المداراة هذه والله لا تزيد الأرض إلا فساد، وليعلم أني في فساد للأسف الشديد، في فساد شديد، ولا بد أن يحسم الأمور في كل المجالات، ويعلم أنه تحمل مسؤولية كبيرة، ونحن منتظرين منها التقدم إلى الأفضل إن شاء الله. ولا يمكن أن يرتقي مستقبل البلاد إلى أوج العلا إلا باستقرار الأمن. إذا ما في أمن ما في استثمار وما في تقدم. كفاءة من يدير العمل في النفط هذا سيؤدي إلى كوارث اقتصادية. هناك من يستغل وضع التفجيرات والتقطعات للتلاعب في مجال تسويق النفط داخليا وخارجيا. ما يقارب 15 مليون دولار تتكبدها اليمن يوميا. نزعت الرحمة من قلوبهم أن يقتلوا الوطن كله بالاعتداء على المرضى والجرحى والأطباء وعلى كل حركة داخل مستشفى العرض بدم بارد في عمل إجرامي لم يشهد له التاريخ. من الأخ الكريم رئيس الجمهورية عبد الرباه منصور هادي بأن يعلم علم اليقين أنه لن يستقيم أمن البلاد والعباد إلا بحكم صارم من غير ظلم. أما المداراة هذه والله لا تزيد الأرض إلا فساد، وليعلم أني في فساد للأسف الشديد، في فساد شديد، ولا بد أن يحسم الأمور في كل المجالات، ويعلم أنه تحمل مسؤولية كبيرة، ونحن منتظرين منها التقدم إلى الأفضل إن شاء الله. ولا يمكن أن يرتقي مستقبل البلاد إلى أوج العلا إلا باستقرار الأمن. إذا ما في أمن ما في استثمار وما في تقدم. Thank you.
شجاعة بدأوا يجهضون حياة المرضى الذين لم يسلمهم المرض إلا إلى يد أولئك الذين لا يرحمون. هنا طبيبة من هول الفاجعة حاولت الهروب بحثا عن مخبأ من لصوص الأرواح، لكن لا مناص من القتل ولا أخلاق لمن يحملون الرصاص. لم يفرق القاتل بين رجل أو امرأة، فأجهض حياتها برصاصة في الرأس وألحق زميلتها بها بنفس الوحشية. لم يدرك القاتل أنه يفقد قيمه كلها عندما يوجه سلاحه نحو امرأة لا تملك إلا حلما بالنجاة بددته رصاصاته الخائنة. هنا فاجعة أخرى، مستغيثون برجل ببزته العسكرية، فإذا به يتجه إليهم بوحشية قاتل متستر بثياب لا يساوي قيمتها، ويجيب استغاثتهم بقنبلة تودي بحياتهم. الموت هو كل بضاعة هؤلاء، وهم يمنحوه لمن يقابلهم، رجلا أو امرأة، أعزلا أو مسلحا، كبيرا أو صغيرا، لكن بضاعتها كانت الحياة ولو في آخر لحظة لها. هذا هو الموقف الذي أوجع قلب الكاتب لطبيبة تحاول إنقاذ وإسعاف أحد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر، والإرهابي يرقب المشهد بدونية مفرطة لينهيه برصاصات في رأسها. قتل المريض والطبيب، قتل الجريح وتم تصفيته بدم بارد. فاحضن طفلك يا هذا بقوة، فالرحمة التي تجول في قلبك قد نزعت من قلوبهم. نعمان وزوجته وابنته وآخرون من نجا للحظات من الانفجار غادروها فيما بعد برصاص حملة الموت. مشاهد حزينة تبقي سؤالا عريضا بلا إجابة، ماذا حقق هؤلاء من مكاسب؟ وماذا خلفوا من حدث يذكرون به عند أبنائهم وأقاربهم؟ هنا سقط الأبرياء والمجرمون معا لتبقى القلوب